السلام عليكم أصدقاء البرية، واش راكم لاباس؟ أتمنى تكونوا كامل بخير. وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نحكيو على التصوير الليلي بهاتف ريدمي نوت 10 برو. وكان من المفروض يعني ندير لكم واحد الفيديو على تصوير نشرات النجوم، يعني تكملة للطريقة تاع تصوير النجوم كما وريت لكم دوران النجوم حول نجم الشمال وحول النجم القطبية بولاريس. وسألوني جماعة في التعليقات قالوا لي كيفاش تصور وش هي الطريقة، يعني الطريقة هي بخاصية مدمجة في التطبيق الأصلي للكاميرا لهاتف الريدمي نوت 10 برو، يعني نوت 10 برو. وما على باليش إذا كانت الخاصية هذه متوفرة في هواتف أخرى ولا لا، يعني ما نقدرش نقول لكم، ما نقدرش نصحكم. أنا الهاتف بتاعي موجودة، يعني في النوت 10 برو موجوده، وهي خاصيه مدمجه في الكاميرا، يعني ما لقيتش حاليا، ما لقيتش تطبيق واحد اخر، تطبيق خارجي يدعم هذه الخاصيه. وهذه الخاصيه راهم يديروها مصورين بآلة التصوير، يعني يخلي آلة التصوير فيها اعدادات خاصه، وتاخذ مثلا صوره كل دقيقه ولا كل الاخر، ومن بعد يدي يجمع هذيك الصور بالفوتوشوب وتخرج له المسار نتاع النجوم. لكن الخاصيه هذه اللي راهي في الهاتف تخدم وحدها، يعني مباشرة كي تحط الهاتف وتخليه هو وحده يخدم بلا ما تتعب، ويعطيك في الأخير يعطيك صورة نهائية نتاع المسارات، ويعطيك مقطع فيديو. لكن الليلة شوية سحاب، كنت معول يعني نوري لكم طريقة كيفاه، ولكن سحاب طلعت زعما خرجت من الدار، وكي لقيت سحاب وليت قلت ما نوليش يديا فارغين، لازم ندير كاش فيديو، ندير فيديو على طريقة التصوير الليلي. دوكا كيما راكم تشوفوا خوتي، هذه الواجهة نتاع تطبيق الكاميرا الأساس، يعني ماشي ماهوش يعني جوجل كاميرا، والله هذه الكاميرا الأساسية كيما راكم تشوفوا. دوكا كي تقول واحد نديرو فوطو نتاع التصوير الليلي راح يروح بالو مباشرة للتصوير الليلي، لهذا التصوير الليلي. ولكن هذا ما يجيبلكش كي تعود ظلمة بزاف، هذا التصوير الليلي مليح. وشنو مليح في البلايص اللي نقولو فيها هكذا كاين إضاءة، وشنو ناقصين نقولو بعد المغرب هكذا دقايق بعد المغرب تقدر تصور بطريقة هذي، أنه ما تحتاجش ضوء بزاف وما تطورش بزاف. لكن في منتصف الليل كما دوك رانا تقريبا 11 تاع الليل ولا هكذاك، ويعود الضوء ناقص بزاف، هذه الخاصية نتاع وضع الليلي هذه العادية اللي في التلقائية اللي في نديروها في الهواتف، معظم الهواتف حسب التجربة نتاعي راهي ما تنفعش. وين راح نروحوا للوضع الاحترافي، ديما نوصيكم يا جماعه على الوضع الاحترافي، لانه انت اللي راك تتحكم في الصوره. الوضع الاحترافي اولا واش تلقى هنا الوايت بالانس، الوايت بالانس يعطيك هنا في الاخير الاعدادات تتخيرهم وحدك. اذا هبطوا راح تولي الصوره بارده، يعني تولي شغل زرقاء، واذا طلعتوا راح تولي حاره يعني حمراء. تا ديروه في النص، يعني ديروه هكذا في النص وخليه هذا تركيز. اذا درتو هنا راح يولي يركز شغل ماكرو، واذا بعدتو راح يولي ما لا نهايه، انت ديروا ما لا نهايه. وهذا الوقت تاع التعريض، الوقت تاع التعريض هنا اخر وقت في الليل، نحتاج الوقت بزاف نطلعوه للاعلى وقت واللي هو 30 ثانيه. ولهذا الايزو هو من المستحسن الايزو ما يكونش عالي بزاف، اذا عندك طريقه كيفاش تطلع الوقت زيد الوقت خير ما تزيد الايزو. ولكن اذا ما كانش الوقت باش تزيد الوقت فوق 30 ثانيه وفتحت العدسه نتاعك ثاني صغيره، راح ما عليك تزيد الايزو، ولكن الايزو زيد بشويه وجرب، يعني اذا لقيت الصوره مظلمه زيد شويه، ولكن من الاحسن ما تفوتش 2000 هكذا، 2000 ولا 1800 ولا 2000 الايزو. وهذا الاعداد نتاع اختيار العدسه. احنا نروحوا دوك هنا نديروا المؤقت 3 ثواني، يعني كي نعبزوا حنا 3 ثواني باش يبدا يصور، باش ما يكونش اهتزاز في الصوره هكذا. وكي نصوروا دوك الفوتو هذا ويخرج، دوك نعطيكم نصائح اخرى. دوك نضغطوا على زر التصوير ونشوفوا.
35 ثانية ونرجع لكم. وهكذا خوتنا راه التقط صورة دوك حاليا كما راكم تشوفوا انتم هكذا في الشاشة، خير ما يبان والو بصح الصورة شوف كيفاش جاب لنا، شوف الزهرة صورة ولا اروع كما راكم تشوفوا. هاو الوقت كما قلت لكم راهي 11 تاع الليل، 11 و 13 دقيقة كما راكم تشوفوا، جاب لنا الحشيش الحجر كما راكم تشوفوا، هاو البرواق ولا كيفاش تسميوه انتم، هذا كي عاد يتحرك يحرك فيه الريح درياس، هذا نبات الدرياس كما راكم تشوفوا، حشره راهي طلعت فوق رجلي كما راكم تشوفوا، الدرياس هذا كي عاد يتحرك، الشجرات كي عاد يتحركوا شوفوا كيفاش بانوا مهجوزين شويه ضبابين شويه، يعني صوره لاباس بها، يعني نقدر نقولوا لاباس بها، حتى ماهيش شرط بزاف ماهيش حاده بزاف، ولكن صوره معليش فيها الوان فيها تفاصيل. دركا نقول لكم علاه خرجت الصوره هذه مليحه، يعني واش هي الاخطاء اللي تتفاداهم باش تخرج صوره مليحه، والله واش هي الاخطاء اللي تتفاداهم باش ما تخرج لكش صوره مليحه، باش ما تحرق لكش الصوره كما نقولوا. شوفوا هنا اعطيكم مثال، هنا كما راكم تشوفوا هاي نفس الاعدادات، ولكن هنا شوفوا الشجر هنا ظلمه، وفي الارض ثاني ماهيش تبان بزاف، علاه؟ لأني خليت السماء جزء بزاف من الصورة خليته في السماء، يعني السماء حتى وهي تبان لك في الليل ماهيش ضاوية، ولكن مع الوقت كي تزيد في الوقت نتاع التعريض راح يولي التقط الضوء نتاع السماء، السماء دايما كيعود كاين القمر الشتا كاين السحاب تلقى السماء ديما ضاوية على الأرض، يعني في كل الحالات السماء راهي ضاوية على الأرض كما راكم تشوفوا، كي خليت السماء بزاف تبان في الصورة تحرقت لي الصورة لتحت. نزيد لكم مثال واحد اخر، نزيد لكم مثال واحد اخر كما راكم تشوفوا هنا الارض تقريبا ما كانش خلاص، ما تبانش خلاص، ما كانش خلاص، وهنا حتى الاشجار تبان كحله، يعني تبان هيئه نتاع شجره ولكن ما فيهاش تفاصيل. وش هو السبب؟ السبب اني خليت يعني وجهت الكاميرا نتاعي الجهه فيها اضواء نتاع المدن كما راكم تشوفوا، الاضواء نتاع القرى والديار والمدن، وفوقها بعد كاين سماء، يعني كاين جزء من السماء وكاين اضواء نتاع مدن، وهذا خطا كبير. كي تبغي تصور لازم الضوء يكون من وراك انت، جامي توجه الكاميرا نتاعك للاضواء نتاع المدن، ولا الضوء يكون قوي يكون نتاع جيكتور ولا الضوء قدامك، ما توجهش الكاميرا الاتجاه نتاعه، لازم تخلي الضوء دائما من وراك انت على ظهرك انت. وايضا اذا كان ليله قمريه، يعني كانت السماء صافيه وكان القمر في السماء، سواء يكون في الجم نقولوا في الجم يعني في عالي في وسط السماء كبد السماء، ولا يكون طل جديد، ولا يكون قريب يغرب. قلنا كي تعود تصور يعني والقمر في السماء لازم تخلي القمر ديما من وراك، ويكون البلاصه اللي راح تصور فيها تكون ضربه فيها الضوء نتاع القمر، يعني تكون مفتوحه شويه قدامك وفيها الضوء نتاع القمر، والا عاد ما كانش القمر وكاين مثلا راح تصور طبيعه، حاول كيفاه قلنا قدامك ما يكونش ضوء، حاول كيفاه يكون وراك الضوء نتاع المدن. نقولوا مثلا كاين مدينه وكاين بحذاها جبل، انت روح بين المدينه والجبل ووجه الصوره نتاعك للجبل باش تكون مصدر الاضاءه، يكون ضوء المدن اللي خليتهم من وراك. نتمنى يعني تكون الهضره نتاعي تكون مفهومه وتكون واضحه، وهذا هو الفيديو نتاع اليوم، واللي ماشي مشترك في القناه يشترك ويدعمنا باش نديرو جديد، ما تنساوش ديروا لنا جيم على الفيديو وتبارطاجيوه مع اصحابكم، والى دروس اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.